بيته، خد هدومه وخد عربيته وراح تاني عند اخوه فتحي المزرعه. اما بالنسبه اللي اسمه ماهر تربو فراح للست ليلى السعيد بتاعته، راح لها البيت برضه يا فندم، وبعد كده روح على بيته الغريب اللي هو ساكن فيه. عادي، بس اللي مش عادي بقى خروج فتحي من بيته وتضليله للمراقبه وغيابه فتره ورجوعه البيت مره تانية. تفتكروا فتحي ضل للمراقبه ليه؟ هو عارف كويس قوي ان احنا مراقبينه من ساعه ما كبسنا عليه في المستشفى عند ميرفت. ايه يا طارق ساكت ليه؟ شوف يا معتز، احنا قدام احتمال من اتنين. الاحتمال الاول ان فتحي ده يطلع مالوش علاقه باي حاجه، والصدفه بس هي اللي جابته في طريقنا لما مرات اخوه هربت مع اللي اسمه غني. الاحتمال التاني بقى ان فتحي ده هو العقل المدبر ورا كل حاجه، هو اللي بيخطط للتشكيل العصابي ده. في الحاله دي يبقى ده شخص مش سهل، لان ملوش اي ملف عندنا وما كناش نعرف عنه اي حاجه لحد ما مراقبتنا لاكرم وماهر ورتنا انه طلعوا من هنا على عنده. وانا بصراحه ميال للاحتمال التاني. انا مع رايك ده طارق، بس كده بقى المراقبه بتاعتنا اتكشفت وهم هياخدوا حذرهم ومش هيقدروا يعملوا اي حاجه ممكن تدينهم، وبكده المراقبه مش هيكون ليها اي نتيجه. ده ممكن تجيب نتيجه عكسيه ويوقفوا نشاطهم في الفتره اللي جايه. طب والعمل يا طارق بيه؟ لازم نشوف طريقه تحسسهم بالامان، نرفع عنهم المراقبه. نرفع عنهم المراقبه؟ ايوه يا ساره، نرفع عنهم المراقبه كام يوم لحد ما يحسوا بالامان ويرجعوا يتحركوا عادي. ساعتها بقى نكون جاهزين بخطه مراقبه جديده من تحت لتحت ما يحسوش بيها خالص، ونعرف عنهم كل حاجه عشان نعرف نمسكهم متلبسين، ودي مهمتك يا معتز. عايزك تجهز لي خطه المراقبه دقيقه ومحدش يحس بيها خالص. اعتبر ده حصل. وبالنسبه لشكري في جديد؟ مفيش جديد يا فندم، هي هي، مفيش اي شبهات حواليه، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. شكري ده كمان مش سهل، واضح ان هو حاسس بمراقبتنا ليه، خصوصا بعد موضوع الشيكات وقرر انه يخف اللعبه. بقول لكم ايه، الوقت اتاخر قوي، روحوا دلوقتي والصبح بدري نبقى نتقابل نتكلم في موضوع خطه المراقبه الجديده. مساء الخير. بابا طارق، ازيك يا حبيبتي؟ انت وحشتني قوي يا بابا طارق. وانت كمان وحشتيني قوي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامة. احنا مش هنرجع بيتنا بقى يا بابا؟ هنرجع طبعا يا حبيبتي، ده حتى البيت ضلمة من غيرك انت وماما. ماما؟ وانت كنت خليت حاجة لماما؟ كفاية عليك الست سهى يا حبيبتي، وانا لاقي حد في الدنيا دي غيرك انت وسهر؟ ربنا يخليك. وجده عامر كمان يا بابا. وجده عامر كمان عشان خاطرك. والله فيك الخير يا ست طارق انك حطيتني معاهم كده فوق البيع. لا يا بابا، حضرتك فهمت غلط. هو احنا لينا بركه غير حضرتك؟ طارق ما يقصدش ده، كان بيهزر مع سهر. بيهزر مع سهر؟ عموما احنا هنمشيها هزار عشان ندخل في الجد بقى. ايوه يا حد الظابط، اخبار القضيه ايه؟ شغالين عليها يا عامر بيه. عملتوا ايه مع شكري؟ فرحني، قول لي كده فرحني. ولو اني ما تعودش اتكلم في تفاصيل شغلي مع حد، لكن عايز اطمن سعادتك. اكيد انت عرفت ان النيابه افرجت عن شكري لعدم كفايه الادله، لكن انا حطيته تحت المراقبه، فتاكد ان شكري لو ليه اي يد بعمليه السرقه دي مش هيفلت مننا ابدا. يا سلام، لو له يد، ده انتوا عملتوا انجاز كبير كده. عموما يا حضرة الضابط، انا ما عنديش صبر بقى للمناقشات والتحقيقات بتاعتكم دي، خصوصا ان يومكم بسنه. انا بقى ان ما حلتوش المشكله دي باسرع وقت، انا هتصرف بطريقتي انا بقى. عامر بيه، انت رجل اعمال كبير وليك اسمك في السوق، فياريت ما تتهورش وتعمل اي تصرف انت مش قده ويأزم الموضوع اكتر. سيبنا نعمل شغلنا وحقك هيجيلك لحد عندك. بقولك يا بابا، ما تسيبكوا بقى من الشغل شويه، احضر لكم عشاء
ونتعشى كلنا مع بعض، وهي فرصة إن إحنا كلنا متجمعين. أنا ماليش نفس، أنا طالع أنام. طيب يا طارق، البيت بيتك أنت مش غريب، بس يا ريت ما تتأخرش عشان سهى عندها مدرسة الصبح بدري، ده ميعاد نومها فات من زمان. تصبح على خير. وأنت من أهل الخير يا بابا. أنت من أهل الخير. معلش يا حبيبي، أرجوك ما تزعلش من بابا، ده قلبه أبيض. وأنت عارف طبعًا حكاية سرقة الشركة وموضوع تعبه اللي مر بيه، يعني أعصابه تعبانة. أنا خلاص اتعودت على باباكي. المهم، مش ناوي ترجعي أنت وسوا البيت بقى؟ بيت وحش قوي من غيركم. نفسي والله يا حبيبي، بس أديك شايف كل ساعة في حال. معلش خليني قاعدة معاه شوية، ما أقدرش أسيبه في الحالة دي. أنا عارفة إنك هتقدر. ماشي يا نوران، خليكم معاه لحد ما تطمنوا عليه ويبقى كويس، وأنا من وقت للتاني هبقى أعدي عليكم عشان أطمن زي ما عملت النهاردة. يلا صباح الخير. إيه ده يا بابا، هو أنت مش هتتعشى معانا؟ معلش يا حبيبتي، مش النهاردة، يوم تاني، بس أنتي هتوحشيني قوي، خدي بالك من ماما. توحشني يا طارق. بتاعك لحق يمشي يا بابا؟ يا ريت تراجع نفسك، طريقتك، احراجك لطارق تخليه يحس انه غير مرغوب فيه، تخليه يروح ما يرجعش. يا ريت يروح ما يرجعش. بعدين طريقة ايه يعني؟ انا بعامله كويس، اعمله ايه اكتر من كده؟ بقوله البيت بيتك وشرفته وانست، ولا بيته ولا حاجه، ولا كان يحلم يدخل البيت ده اصلا. كتر خيرك يا بابا، فعلا حنيتك باينه قوي على طارق. بابا امتى ناوي تسلم بالامر الواقع ان طارق خلاص بقى جوزي وبقى كمان ابو بنتي اللي ابوها موجود ما تعرفش عنه اي حاجه، ما تعرفش غير طارق، طارق ابوها؟ وانا مصبرنا عليه غير معاملته ليكي ولسوا؟ يا بابا، يا بابا حرام عليك، انا خلاص تعبت، تعبت حقيقي تعبت. انا عايزك تقدره، تحبه، تعتبره زي ابنك اللي انت ما خلفتوش. ايه بالعافيه يعني يا نورهان؟ مش بالعافيه ولا حاجه، بالحكمه والعقل. يا بابا طارق دلوقتي بقى الراجل بتاعنا، ممكن تعتمد عليه، بقى سندنا كلنا. يا بابا يا حبيبي، ده انا ماليش غيرك، ده انت بيتضرب بيك المثل في الحكمه والعقل وطوله البال. عقل ايه وكلام فارغ ايه؟ العقل في كل حاجه الا دي. ليه بس يا حبيبي؟ ما طول ما انت مهتميه بيه بالشكل ده، انا عمري ما انبهرت عنه. ايه في ايه؟ ايه اللي كل شويه تقعدوا تتمسخروا مع بعض وحشني يا حبيبي، وحشاني يا حبيبتي، مصير البيت؟ ايه محدش قاعد معاكم في البيت؟ خلاص مفيش اي احساس عندكم؟ وانا ايه قاعد معاكم ايه؟ منظر؟ يعني انا لو كرهته واهملته وما اتدلعتش عليه ممكن يبقى في امل انك تحبه؟ يا حبيبي يا بابا، لازم تبقى عارف ومتاكد وواثق كويس قوي ان مفيش اي حد في الدنيا هيقدر يبعدني عنك ابدا مهما كان. انت حبيبي. ماشي يا ست مريم، انا هحاول ابلع حضره الضابط عشان خاطرك طبعا، بس ارجوكي
يعني وصيه ان هو ما يحاولش يستفزني، انا مش ناقص، ما بحبش العنطزه الفاضيه بتاعته دي. حاضر يا بابا، احنا ما عندناش اغلى منك. اوعدك ان انا اتكلم معاه في الموضوع ده، واوعدك برضو انه هيتغير. ايه اللي انت بتقوله؟